مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. رفضت المؤثرة كارولين العيش في مجمعات سكنية رفقة الأطباء والدكاترة، وهذا خجلا بمستواها الدراسي. قالت لك اكري في باب الزوار إقامة مغلقة فيها غير لي بروف تاع الجامعات وأطباء. أنا كارولين اللي ما عندي حتى مستوى جامعي، راكي باغيتني نروح نكري مع طبيب ما شاء الله اللي حياته كاملة قراها، مع أستاذ جامعي اللي حياته قراها ودراه يقري في أمه. أنا كنروح نكري مع طبيب في إقامة فيها طبة ولا إقامة فيها معلمين جامعيين، نحشم على روحي مبان، نحشم على روحي نخرج من الباب. لا أختي، نكري غير مع القليلين، والله لا تجيني طايحة. صباح الخير البنات، هو راح يخدم. صباح الخير البنات، هو راح يقري في صف جامعي. نحشم على روحي، نونو مستواهم عالي على المستوى تاعي، انا مستوى تاعي متدني باش نروح نقابل لك طبيب مع 7 تاع الصباح. لا اختي لا. لعرض اعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الالكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الاعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.